المشهد الجيوسياسي في منطقة المحيط الهادئ يتعقد. دول تستعيد علاقاتها بالصين وتغير توجهاتها من تايوان، ودول تبني قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وما بين تواجد عسكري ودعم تنموي تتحول الجزر في المحيط الهادئ إلى ساحة حامية الوسطيس للصراع بين الولايات المتحدة والصين. وما بين هيمنة واشنطن وبيجينغ تبقى هذه الجزر عامل حسم في معادلة التنافس الصيني الأمريكي بالمحيط الهادئ. والسؤال هنا، كيف يبدو مشهد دول المحيط الهادئ على الخريطة مع كل تلك المتغيرات؟ هذا موضوع فقرتنا الرئيسة في العالم شرقا، وهذه القاهرة الإخبارية. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن إلى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية. اليوم حديثي معكم متعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. حرب إسرائيل على الأنروة واللاجئين ليست جديدة. إسرائيل منذ فترة تعمل تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة. ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات، سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية، وخاصة مخيم جنين وطول كرم ونور شمس وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيشة. والآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الأنروة، بدأت إسرائيل حملة دولية ضد الوكالة رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها. وصدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعداتها للأنروة، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة. إن هذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها. إن هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة ويجب أن يتوقف. إن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، في الوقت الذي فيه قالت المحكمة، محكمة العدل الدولية، بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة، والأنروة تساهم في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان هناك. إن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الأنروة هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل. على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل. إن تجميد مساعدات الأنروة هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك. إن هذا الظرف الإنساني الصعب في غزة يدلل على الحاجة لجهد أكبر من جميع المؤسسات بما فيها الأنروة لمساعدة المحتاجين. إن الأنروة تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية. إن الأنروة على مدار سنين عملها كانت مبعث أمل للاجئين الفلسطينيين في المساعدة والعودة إلى ديارهم ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 194. الرئيس محمود عباس أبو مازن ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأنروة
ووقف التمويل عنها وعليه، فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الإجراء. إن ما تقوم به الأونروا وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر، وشكرا. طيب بالانجليزي؟ تمام حاضر. Today is the 114th day of the aggression on Gaza. Our people there are facing serious starvation, disconnection of water and electricity supplies, and international aid covers only 8% of the total. المساعدة الإنسانية تغطي فقط 8%. أكثر من 60,000 فلسطيني أصيبوا وأكثر من 25,000 قتلوا. منذ عدة أيام محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير جادة ومهمة للغاية سياسيا وقانونيا. My briefing today is about United Nations Relief and Work Agency, UNRWA. حديث اليوم عن الأونروا. The Israeli war against UNRWA is not new. حرب الإسرائيلية ضد الأونروا ليست بجديدة. إسرائيل دائما ما كانت تطالب بزعزعة الأونروا وتفكيكها، وهذا يشرح هجوم إسرائيل على مخيمات اللاجئين سواء في غزة، بلاطة، الفوار، عقبة جبر اند هيش ومناطق أخرى. The accusations الاتهامات has made against certain staff of the UNRWA التي قامت بها إسرائيل تجاه أعضاء الأونروا يجب أن تنتظر لنهاية التحقيق. نحن في صدمة كبيرة أن عديد الدول قررت إيقاف دعمهم للأونروا. الدول التي أعلنت عن هذا مساعدتهم تمثل حوالي 70% من ميزانية الأونروا. هذا القرار خطير للغاية ونأمل أنه سيتم التراجع فيه. إيقاف المساعدات في ظل خطط إسرائيل للتهجير القسري لشعبنا من غزة. إيقاف المساعدات يأتي في أصعب الأوقات وقت قامت فيه محكمة العدل الدولية بمطالبة بإيصال فوري وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. الأونروا تقدم المساعدات ل 1.7 مليون فلسطيني. هذا الهجوم على الأونروا منظمات الأمم المتحدة وتصريحات الأمم المتحدة التي استخدمت في محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة بني على هذا. نأمل أن إيقاف هذه المساعدات سيتم التراجع فيه كما قلت من قبل، ونرى وضع معوقات وعوائق في تنفيذ قرار المحكمة الذي طلب بمساعدات زيادة المساعدات إلى غزة. في هذه اللحظة العصيبة المساعدات مزيد من المساعدات مطلوبة، والأونروا تساهم بشكل كبير في هذه المساعدات، وهي رمز لحق الفلسطينيين وفقا له قرار الأمم المتحدة 194. ونأمل أن رئيس عباس وكلنا وراءه نرى هذا القرار بشكل جاد. إسرائيل تبدأ الحرب على الأونروا، ونأمل في انتهاء هذا الحرب واستمرار المساعدات للشعب الفلسطيني. شكراً.
لكن في دول عربية استجابت لطلباتكم ونداءاتكم وعوضت جزء من هذا التمويل، هل هناك اتصالات مع دول عربية مثل قطر والسعودية لتعويض هذا التمويل؟ السؤال الثاني، هل ما يجري تنظرون إليه على أنه ازدواجية في المعايير في التعامل مع قضيتين، قضية مقتل 26 ألف فلسطيني في غزة وقضية تتعلق ب 10 أو 12 موظف في غنوة؟ شكرا على السؤال. بدون أدنى شك نحن نأمل من الدول العربية أن تقدم كل مساعدة لتمكين الأنروة من الاستمرار في تقديم مساعداتها من جهة، ولكن أملنا أيضا هو أن هذا التوقف عن المساعدات يكون بشكل مؤقت جدا وأن يتم العودة إلى تمويل الأنروة. موازنة الأنروة حوالي 1.4. مشاهدينا الكرام، كان هذا مؤتمر الصحفي الذي ألقاه الرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقاب قرار بعض الدول توقف دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. آخر المتغيرات في مواقف دول المحيط الهادئ هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزيرة ناورو، وعدم اعتراف الأخيرة باستقلال تايوان، بل أكدت في ذات الوقت على موقفها من أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة. لكن السؤال هنا، كيف يبدو مشهد الجغرافيا السياسية بعد موقف ناورو؟ بالنظر إلى الخريطة أمامنا نجد ناورو تنضم لجزيرة سليمان في التقارب مع الصين، أما عن جزر سليمان فوقعت هي الأخرى اتفاقا أمنيا مع الصين بمقتضى يمكن للصين أن ترسل قوات شرطية وعسكرية في حال طلب جزر سليمان القريبة من جزر بابوا غينيا الجديدة التي سمحت هي الأخرى للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية. أما جزيرة توفالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 11,000 نسمة موزعين على 9 جزر، واحدة من 3 حلفاء متبقيين لتايوان في المحيط الهادئ، وهم جزر مارشال وتوفالو وبالاو. فترتقب الولايات المتحدة والصين نتائج التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مخاوف أمريكية من انضمام توفالو إلى معسكر بيجينغ، وذلك بالتأكيد بعد خسارة زعيم توفالو الموالي لتايوان لمقاعده في الانتخابات. ورغم ما تروج له أستراليا بأن جزر المحيط الهادئ تجتمع على تصور متقارب تقريبا هناك، يبقى جزر متأرجحة بين القوى الكبرى، مثلا الرفض الواضح من سامو وميكرونيزيا للاتفاقات الصينية والتوجه من ذلك لاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، وفي المقابل جزر فيجي من مؤسسي الإطار الاقتصادي الذي دشنه بايدن لمواجهة نفوذ الصين، لكنها في نفس الوقت ثاني أكبر شريك تجاري للصين في جنوب المحيط الهادئ، كما وصل الاستثمار الصيني المباشر فيها إلى 183 مليون دولار، وذلك بعد زيارة الرئيس الصيني للجزيرة في عام 2014. إذن ما طبيعة العلاقات الصينية مع دول المحيط الهادئ؟ التصريحات الصينية الرسمية تنفي سعي الصين كلية لاستراتيجية عسكرية في جزر المحيط الهادئ، النشاط التجاري والمساعدات والدعم الدبلوماسي في منطقة المحيط الهادئ تزايد بشكل ملحوظ منذ عام 2006، وأيضا بين 1992 وحتى 2021، حتى وصل إجمالي حجم التجارة التي أقامتها الصين مع هذه الجزر في المحيط الهادئ بنسبة سنوية وصلت 13%. سبتمبر من العام الماضي شهدت قمة أمريكية مع زعماء دول جزر المحيط الهادئ، وعلى إثرها أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة
أمريكية لاستثمار 40 مليار دولار في دول المحيط الهادئ، وسبق هذا القمة التي اعترفت فيها الولايات المتحدة بدولتين جزيرتين في المحيط الهادئ هما جزر كوك ونيوي، كما تعهدت أيضا الولايات المتحدة بأموال جديدة للبنية التحتية في المنطقة بما في ذلك تحسين الاتصال بالإنترنت عبر الكابلات البحرية. مع كل هذه التشابكات وتطورها في المرحلة المقبلة تبقى دول المحيط الهادئ ذات الأثر الأكبر في التنافس الصيني الأمريكي. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بيجينغ الكاتب والإعلامي الصيني زونغ تشينغ، ومن كاليفورنيا ينضم إلينا ريموند باول الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي. وأبدأ من الصين، نبدأ من الصين، كيف يعني تنظر الصين لهكذا قرار بعدم الاعتراف أو عدم قبول أن تكون تايوان منفصلة وهي جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة؟ هذا قرار كبير من ناورو، وهو ليس قرارا عبثيا. تم التوصل إلى هذا القرار عقب مناقشات كثيرة، ومصير ناورو ومصلحة شعبها. أود الإشارة إلى أن البرلمان في ناورو تم الموافقة على هذا القرار جمعيا، وهذا يتحدث أن حكومة ناورو وشعبها خلف هذا القرار، وهذا سيصب في مصلحة الشعب وناورو. لا أعتقد أن الكثير يعلمون هذا، ولكن قبل اتخاذ هذا القرار الشركة الصينية كان لها وجود في ناورو، وكانوا يساعدون في التواصل بين ناورو والغرب، فكانت علاقة موجودة من قبل، علاقة تجارية. ناورو قررت وأدركت أنها تود أن تأخذ هذه العلاقة إلى مستوى أعلى، وهي خطوة في المسار الصحيح من وجهة نظري، وهي لحظة تاريخية لناورو. نعم، أذهب للسيد ريموند من كاليفورنيا. كانت تايبي قد اتهمت الصين أن خطورة ناورو أحد محاولات بكين للضغط على تايوان بعد نتيجة الانتخابات، هل تؤيدون تلك الاتهامات، خاصة وأن نحن نتحدث اليوم عن أحد جزر المحيط الهادئ وفي نفس الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة أن تقود هذا النفوذ الصيني في المنطقة؟ أعتقد أن الأمر واضح، الصين لديها مصلحة كبيرة في محاولة الاستفادة من هذه التغييرات التي حدثت منذ أوائل السبعينات. نحن في وقت مختلف، هناك منافسة جيوسياسية في ذاك الحين بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عديد الدول منها الولايات المتحدة قامت بذلك في هذا الفترة لأنهم كانوا يحاولوا أن يدخلوا الصين في مجتمع الدول ومواجهة الاتحاد السوفيتي. ما يحدث اليوم مختلف، هناك 12 دولة في العالم كلها صغيرة مثل ناورو، 11,000 شخصا في شعبها، وهذا القرار الدبلوماسي في بكين وتايبي هو قرار اقتصادي. أي دولة وأي رأس مال سيعطيك مصلحة اقتصادية أكبر؟
نعم، عودة مرة أخرى لضيفي في بيجينج. يعني عندما صدر هذا القرار من الجزيرة، كان وزير الخارجية الصيني قد أوضح أن هذه مجرد خطوة على طريق كبير من العلاقات القادمة. يعني ما هي المجالات التي يمكن أن يكون فيها التعاون مثمر وأكثر يعني وطادة في ما بين الدولتين؟ أولا أعتقد من خلال العلاقة الدبلوماسية مع بكين سنحصل على الاحترام في لاعب مهم على الصعيد الدولي، ثاني أكبر اقتصاد. الناس هنا في الصين كانوا يدعون ناورو، هذا جعل هناك تأثير كبير. وزير الخارجية كان هنا في بكين للتوقيع على هذه العلاقة الدبلوماسية وأعجب باحترام الشعب الصيني لناورو. هناك منطقتان يمكن للدولتين أن يتعاونا فيهم. ناورو صغيرة ولكن لديها محيط كبير، فهذا التعاون في هذه المنطقة الطبيعية يمكن الاستفادة منه من الدولتين. مناطق أخرى قد تتضمن التجارة، الزراعة، البنية التحتية، تبادل الخبرات ومواجهة التغير المناخ الذي يعد مشكلة للجزر المحيط الهادئ بما فيها ناورو. هناك ارتفاع في مستوى سطح البحر وارتفاع في درجة الحرارة، ويحتاج إلى مساعدة تكنولوجية يمكن للصين أن تقدمها. أيضا هناك مبادرة لبناء ناورو من حيث البنية التحتية لتحسين الاتصال مع الصين والغرب، أيضا والتعامل مع مشكلة الفقر في الجزيرة والموارد المتناقصة والاعتماد على الاستيراد. هناك عديد الدول في المنطقة يمكنهم أن يفيدوا ناورو. الصين تتعامل مع كل الدول سواسية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وهذا سيكون شيء ذا قيمة كبيرة من دولة صغيرة مثل ناورو. وفقا لوزير الخارجية لم يشعر بفرق في معاملة الصين مع أي دولة، وهذا قام بتقدير هذا. نعم، هذه دولة صغيرة، يعني هذه الكلمة مهمة جدا، لأنه سيد ريموند يعني هي دولة صغيرة، جزيرة صغيرة، لكن لماذا وصفت الولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار بأنه قرار مؤسف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها تشير إلى أن هذه الدول ربما تكون صغيرة في الحجم لكن لها أهمية كبرى في استراتيجية سياسية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المحيطين؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ترى هذا أمر مهما، لأنه عدد قليل من الدول لا زال يعترف بتايوان. العالم يعلم أن تايوان تراجعت من التنافس اقتصاديا خلال هذه المناقشات الدبلوماسية. عديد الدول منذ 2016 عندما أعلن رئيس تايوان أن تايوان لن تنخرط في المعاملات أو منافسات دبلوماسية واقتصادية مع هذه الدول، ففي نهاية الأمر من سيزودهم بكثير من الأموال، والصين ستفعل هذا. نعم، عودة مرة أخرى لضيفي سيد زونغ شي من بيجينج. وزير المالية في توفالو قال قبل أيام لوكالة رويترز أنه يتوقع ترى مراجعة علاقات بلاده الدبلوماسية هي الأخرى
مع تايوان بعد الانتخابات التي المنصرمة قريبا. وبالفعل خسر رئيس وزراء توفالو في هذه الانتخابات، وهناك مخاوف تايوانية في ذات الوقت من التحول الدبلوماسي. هل يمكن أن تتدخل الصين في تلك اللحظة، وكيف سيكون هذا التدخل؟ في رأيي الشخصي لا يمكننا شراء علاقة دبلوماسية لن تكون مستدامة، والصين تحافظ علاقاتها الخارجية بعدم التدخل في أي دولة أخرى وعلاقاتها المحلية. فأعتقد أن هذا ما سيحدث هنا، وبالنسبة لأي علاقة دبلوماسية أن تؤسس وتستمر وتكون في مصلحة الطرفين يجب أن يتفقوا مع الطرفين، يجب أن يفيد كل من بعضهم من أجل الازدهار وأن تكون العلاقة صحية ومستدامة. أود الإشارة إلى أن حوالي 183 شركة حول العالم قامت باتباع المبدأ الصيني أن تايوان جزء من الصين، جزء لا يتجزأ من الصين. هذا هو رأيي الشخصي، أن عائلة الدول التي تدعم هذا المبدأ ستتوسع هنا، لأن التاريخ تشكل بهذه الطريقة. وإذا استمعنا إلى وزارة الخارجية الصينية كانت تحث الدول التي لديها علاقة دبلوماسية مع تايوان أن يعترفوا أن هذا هو الوقت لمعرفة التاريخ واعتراف ودعم المبدأ الصيني. نعم، اعتراف بالمبدأ الصيني، الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها. السيد بريمون، يعني من وجهة نظر أمريكية، حينما يكون هناك عدد من الدول هي يعني لديها شبه موافقة بأن تنفصل تايوان عن الكيان الأكبر والصين هي الأرض الأم، وهناك ننظر بين الحين والآخر بعض الدول وكانوا ربما كانوا 12 أو 13 دولة، الآن دولة تلو الأخرى تسحب هذه الموافقة وتأييدها لفكرة استقلال تايوان عنها الكيان الأكبر. كيف تنظرون لمثل هذه الخطوات من قبل هذه الدول التي كانت توافق على استقلال تايوان، والآن هي واحدة تلو الأخرى تسحب هذه الموافقة وتدعم الجانب الصيني في فكرة الصين الواحدة؟ أعتقد يجب أن نكون حذرين في اختيار الكلمات، فهناك بعض المصطلحات عندما تتحدث الصين عن مبدأ الصين الواحدة. من وجهة نظر صينية يتضمن أن تايوان تنتمي إلى الصين، والصين تريد لهذا أن يحدث وأن يكون حقيقياً. الولايات المتحدة وعديد الدول الأخرى لا يصلوا لتلك المرحلة ولا يتبعوا هذا المبدأ، فهو من وجهة نظر صينية الأمر مختلف. من وجهة نظر الولايات المتحدة هي تقوم بدعم دبلوماسي لبكين منذ السبعينات، ولكنها لا تتخذ موقفا إزاء ما كانت تايوان جزء من الصين، وتؤمن أن هذا الأمر غامض، وهناك بعض العلاقات مع تايبي في قانون الولايات المتحدة كحكومة منفصلة، على الرغم من أنها ليس لها علاقة دبلوماسية منفصلة، فالأمر معقد. ما تريده الولايات المتحدة هو الحفاظ على الحالة الجارية حتى لا يكون هناك علاقة مقحمة بين بكين وتايبي،
أو اللجوء إلى العنف أو الحرب لحل هذا الصراع. فالسؤال معقد، فهذا غير صحيح. That's simply not true. لكن أعود مرة أخرى لضيفي سيد سونغ في بيجينغ. عذرا، أنت تريد أن تعلق على مكان السيد ريمون؟ أود التعليق. نعم، يجب أن نفهم مبدأ الصين الواحدة، لأنه تم النص عليه بشكل واضح أن هناك صين واحدة في العالم وأن تايوان جزء منها. ليس هناك سوء فهم لهذا المبدأ، وأن الولايات المتحدة اعترفت أن الصين هي الحكومة التشريعية الوحيدة الممثلة للصين، فهي ليست لعبة بالكلام هنا، خاصة عندما يكون هذا المبدأ موجود في قرار الأمم المتحدة. هذا قرار موجود في الأمم المتحدة، لكن سيد زونغ، بما تبرر أنه في 2016 بعد الانتخابات الرئاسية في تايوان، والآن منذ يعني أيام قليلة في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في 2023، هذه الانتخابات عندما صعد حزب الديمقراطي التقدمي في تايبي، تتراجع الدول في مسألة الموافقة أو التأييد على استقلال تايوان. هذه تعتبرها أنت أو في السياسة الخارجية الصينية أنه هذا أمر متعلق بكون الحزب الديمقراطي التقدمي وصعوده إلى سدة الحكم؟ أعتقد أن الأمر أصبح جليا، أن هذه المحاولات لا يتم دعمها بشكل كبير، وأي محاولة من الحزب الذي يسعى لاستقلال تايوان سيفشل، خاصة إذا نظرنا إلى جذور الأسباب للتوتر الذي يحدث هنا بسبب وجود هذا والترويج له. هذه الأفكار لا يتم دعمها من الشعب الصيني أو من المجتمع الدولي. مشكلة تايوان هي قريبة جدا للشعب الصيني، وأي محاولات كما قلت من قبل لانفصال تايوان من الصين ستفشل. أعتقد أن موقف الصين كان واضحا جدا على الصعيد الدولي، والأصوات لحماية الاستقلالية وشرعية الحدود كانت عالية وواضحة. وأؤمن بشكل شخصي أن المجتمع الدولي يقف خلف الصين في هذا ويدعم هذا المبدأ وقضية الشعب الصيني، فأنا غير متفاجئ من أولئك الذين يحترمون التاريخ والوقائع وسيتخذون القرار الصحيح إزاء هذا المبدأ. يحترمون الوقائع والتاريخ في هذا الملف الشائك ما بين دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين. على أي حال، بشكركما لوجودكم معي في العالم شرقا والقاهرة الإخبارية. شكرا لضيفي من بيجينغ سيد زونغ شي الكاتب والإعلامي الصيني، ومن كاليفورنيا أيضا سيد ريموند باول الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي. شكرا لكما لوجودكما معنا. دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو، نتابعها في سياق هذا التقرير. ناورو تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، وعرفت قديما باسم الجزيرة السعيدة،
أعلنت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصين بعدما يقرب من 15 عاماً. ناورو لم تكتفي باستئناف العلاقات، بل اعترفت بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. الصين وناورو اتفقتا على تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، وعلى أن تقدم كل منهما للأخرى كل المساعدات اللازمة لإنشاء سفارة لديها وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الأخيرة وتايوان، والتعهد بأنها لن تطور بعد الآن أي علاقات أو تبادلات رسمية مع تايوان. إعلان ناورو وصفه الخبراء بانتصار صيني في طريق كسب صراع السيادة مع تايوان دون إطلاق رصاصة واحدة، وتقليل الدول المعترفة بأن تايوان دولة سيادية لإحدى عشرة دولة بما في ذلك الفاتيكان. هذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها ناورو العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، إذ أقدمت على ذلك من قبل في يوليو 2002، ثم أعادت الروابط مجدداً في 2005 حتى قطعتها مجدداً الأسبوع الماضي. هذه الفقرة نتحدث عن مجلة The Diplomat اللي أشارت إلى تجاهل برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية للشؤون البحرية، خاصة شؤون الأمن البحري، ما قد يجد فيه بعض عواقب بعيدة المدى على الأمن الإندونيسي تزامنا مع حالة التصعيد التي يشهدها المحيط الهادئ. وبحسب The Diplomat من المتوقع أن يدلي ما يقرب من 200 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية يوم 14 من فبراير المقبل، فيما تلعب إندونيسيا دور مهم كلاعب بحري عالمي لا يمكن الاستهانة به. وتوقعت المجلة أن تؤثر التموجات السياسية الصغيرة على المجال البحري الإندونيسي، خاصة فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ واستمرار التوتر ما بين حلفاء واشنطن وبيجينج. وبينما تضفي جغرافيا بعض الدول شيئا من القوة على سياساتها ومكانتها في نظر دول أخرى، تأتي جغرافيا إندونيسيا الساخنة في محيط التنافسات العظمى ممزوجة بمرونة سياسية تجعل منه بلدا استراتيجيا ليس فقط في محيطه بل أيضا لقوى التنافس. هذه الأهمية الجيوسياسية لإندونيسيا نستعرضها في سياق العرض التالي. Thank you.
وللحديث بشكل أكثر عمقا وللمناقشة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جاكرتا السيد إندي وايراون، المحلل السياسي والأمني المختص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أهلا بك معنا في العالم شرقا. دعني في البداية أتحدث عن القضايا البحرية، بكل تأكيد هي تحتل مكانة مهمة جدا في سياسة إندونيسيا الداخلية وأيضا الخارجية. لماذا برأيك لم تحظى بهذا الاهتمام ولم تكن على يعني رأس قائمة الأولوية في يعني برامج المرشحين في هذه الانتخابات؟ شكرا لاستضافتي. على الرغم من زيادة وضوح البرامج والقضايا السياسية في الدورات الانتخابية الأخيرة، لا تزال الانتخابات في إندونيسيا مدفوعة إلى حد كبير بالشخصية والولاءات السياسية، وأصبح هذا أكثر وضوحا في انتخابات 14 فبراير المقبل بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه وزير الدفاع برافو سوبيانتو باختيار الرئيس جوكو ويدودو أو الابن الأكبر لجوكوي جبران راكا بومينغ راكا كمرشح لمنصب نائب الرئيس. منذ ذلك الحين طغى الاختيار غير المتوقع على الحملة الانتخابية والخطاب السياسي المحلي لحد كبير، وبينما لا يزال جوكوي وبرنامجه السياسي يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين، قد واجه طوال الحملة الانتخابية مزاعم بالافتقار إلى الحياد وقيادة تراجع ديمقراطي ملحوظ وسط خلفية بناء سلالته السياسية. على ذكر رئيس وايدودو، المرشح الرئاسي برافو كان قد ذكر من قبل أنه يتعهد باستكمال نفس السياسات. برأيك الخلفية التي يأتي منها المرشح الرئاسي يعني تؤكد على هذا المنحى أنه سيتجه نفس اتجاهاته، سيمتهج نفس السياسات؟ كوزير الدفاع رأينا برافو يركز على المشتريات وتحديث القوة. المرجح أن يستمر هذا إذا تم انتخابه رئيسا. كنا أيضا نتوقع منه أن يلعب دورا أكبر في الخطوط الأمامية في السياسة الخارجية والدبلوماسية البحرية التي احتلت مرتبة متراجعة خلال فترتي ولاية جوكوي. مع ذلك من المرجح أن تظل هذه الاختلافات شخصية وليست استراتيجية، لأن برافو هو قائد سابق للقوات الخاصة وله علاقات عميقة مع النخبة الحاكمة، وينظر إليه إلى حد كبير على أنه أكثر قومية وشعبوية في الخطاب وأكثر مزاجية مقارنة بجوكوي. ويظل بيان سياسة حملته الرسمية بشأن القضايا البحرية يتطلع إلى الداخل إلى حد كبير ويتكون من أهداف معاد صياغتها من عصر جوكوي، بما في ذلك أمور أخرى: تعزيز أمن الحدود، تحسين البنية التحتية للموانئ، زيادة أسطول النقل البحري في البلاد وتطوير مواردها البشرية البحرية. لكن من الجدير بالذكر أن البيان يتضمن بذل جهود أكبر لتسريع اتفاقيات الحدود البحرية مع الدول العشر المجاورة لإندونيسيا، وهو ما سيرحب به العديد من محللي السياسة الخارجية والدفاع في المنطقة. نعم، يعني سياسة الحياد وكسب الثقة التي انتهجتها إندونيسيا في المحيطين، من المرشحين الثلاثة سيستمر في هذا النهج ومن لن يكون متفقا معها؟ استنادا إلى ما رأيناه في الحملة حتى الآن، لا أعتقد أنه من المحتمل أن نشهد انحرافا كبيرا في الاستراتيجية والسياسات. وإلى جانب برافو، المرشحين الآخرين هما حكام قطاعات سابقين تمتعون بخبرة محدودة في السياسة الخارجية ولهم تركيز متأصل على قضايا الحكم المحلي، وتظل السياسة الخارجية بعيدة عن كل البعد عن الاهتمامات الرئيسية للناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة القضايا البحرية. ذلك ليس من المتوقع حدوث تغيير كبير في جدول الأعمال، حيث تعهد المرشحون الثلاثة إما بمواصلة برامج جوكوي أو تسريعها أو تحسينها، مع اختلاف فقط في التركيز
والتأكيد نعم. بينهم نعم. ومن المرجح أيضا أن تؤدي عقيدة السياسة الخارجية الفكرة الحرة. بشكرك شكرا جزيلا وعذرا لضيق الوقت على إتحال، بشكرك شكرا جزيلا من جاكرتا السيد إندي وايراون المحلل السياسي والأمني المختص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كانت هذه الفقرة الثانية وانتهى وقت العالم شرقا، والأسبوع المقبل وقبل ساعة من الآن يتجدد هذا اللقاء. هذه تحياتي منى شكر، وهذه القاهرة الإخبارية.